وفي سياق متصل نال ثالوث الإرهاب والفوضى قطر وإيران وتنظيم الإخوان الإرهابي نصيب الأسد من مناقشات مؤتمر معهد هيدسون للدراسات الذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أشار المتحدثون من ساسا وصناع قرار أمريكيون إلى دور هذا الثالوث في إحداث الفوضى والدمار في المنطقة، مؤكدين على ضرورة كبح جماح المخطط الثلاثي لزعزعة الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب على مستوى العالم.